بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل: ما قولكم في ابن العربي والفتوحات المكية وإلى آخره وكذا، هل نقرأ هذا الكتاب؟ قرأت بعض الصفحات، هكذا يقول: قرأت منهجه في الكتاب، أعجبني جدا، أظنه كتاب عظيم في التصوف. طيب، لكن قرأت بعض العلماء منعوا قراءته. طيب، يستفسر عن هذا الموضوع. بالنسبة لموقفي من ابن العربي بالألف واللام، هكذا كان اسمه في الأندلس، كما نص على ذلك المقري، وهكذا ضبطها أيضا. ما هو الآن لابد أن ننبه على كل شيء، لأن هناك من يترقبنا. كنت أقرأها المقري نسبة إلى المقر، ولكن وجدته يضبط اسم جده، يقول المقري في كتاب نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب. يقول المقري رحمه الله: اسم الشيخ محي الدين في بلاده الأندلس ابن العربي، ولكن حينما جاء إلى الشام بعض الناس سموه بابن عربي حتى يفرقوا بينه وبين القاضي أبي بكر ابن العربي. طبعا القاضي أبو بكر ابن العربي قدم المشرق قبل ابن العربي بمئة سنة تقريبا، يعني تقريبا بمئة سنة بينهما، فهو السابق، لأن القاضي أبو بكر العربي من تلاميذ حجة الإسلام الغزالي. رأينا في كتب ابن العربي، محي الدين ابن العربي، بيناه في مقطع خاص بهذا يمكن أن ترجع إليه، لكن الخلاصة في هذا أن كل ما فيها مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية فهو رد ولا يجوز اعتقاده بحال. هذه واحدة قاله، لم يقله، هذا موقفنا وهذا موقف ساداتنا وموقف مشايخنا الكبار. كل ما يخالف معتقد أهل السنة والجماعة في كتب ابن العربي فهذا رد لا يمكن قبوله. هذه واحدة. الثانية: كل ما يخالف معتقد أهل الإسلام، ليس هنا أهل السنة، تكلم عن معتقد أهل الإسلام، كل ما يخالف معتقد أهل الإسلام في كتب ابن العربي، اعتقادنا أن هذا واحد من حالتين: إما أن لا يكون ثابتا دس أو طعن أو كذا، أو يكون على افتراض ثبوته يكون له معنى يجعله متسقا مع النصوص ومع الأدلة الشرعية، وخلاف هاتين الحالتين يكون باطلا مخالفا للدين ولا يجوز تقليده واتباعه بحال. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة: اتفق الصوفية على حد علمي، وأنا لست من خارج الدائرة مثل ما بعض الناس الآن يشاغب على في فيسبوك وغيره وكذا، قال: والله إذا لم تقل بكذا فكذا أنت وهابي، إذا قلت بكذا فأنا أخي، يعني الله يرضى عليكم، اشتغلوا بأنفسكم، احنا نعرف البير وغطاءه. الفتوى الشائعة والتي عليها العمل والتي نقلناها من شيوخنا عن شيوخهم والتي نص عليها كبار العلماء أنه تحرم قراءة كتب ابن العربي، تحرم قراءتها. نعم. فما يفعله بعض المتصوفة في خبايا الزوايا ليقرأوا هذه الأشياء لأنه يريد أن يحلق في أشياء تخالف ما عليه الناس، هذا صاحب بدعة، هذا صاحب ضلالة، إلا إذا كان من كبار علماء العقيدة ويبين الصحيح من الفاسد ويبين ذلك الذي يقال فاسد إذا كان له وجه صحيح أو ليس له وجه صحيح. لا يجوز قراءة كتب ابن العربي على ما عليه الفتوى المشتهرة المنتشرة عند علماء الإسلام. ولو سكت هؤلاء المتصوفة عن قراءة كتب ابن العربي لم تحصل تلك الفتنة، هم الذين شغلونا. والحقيقة أنا لا أريد أن أدخل في جبهة إضافية، يكفيني الوهابية والشيعة وغير هؤلاء والحداثيين والعلمانيين، يعني أيضا لا أريد أن أدخل في جبهة داخلية. الخط العام لأهل التصوف، الخط العام لأهل السنة والجماعة هو اعتقاد الأشاعرة. نعم، الصوفية كلهم أشاعرة، والأشاعرة أكثرهم صوفية. شيخ مشايخنا محمد الهاشمي هو شيخ مشايخنا، كل مشايخنا في العقيدة
أو في التصوف قرأوا عليه. اقرأ أي كتاب من كتب سيدي محمد الهاشمي، يقول لك هذا، يقول عبد الفقير محمد الهاشمي نسبا الأشعري اعتقادا. إذن هو الأشعري اعتقادا، يعني هو ملزم بكل كلام الأشعرية، وهذا الذي أدركت عليه شيوخنا، من كان قد رحل ومن لا يزال على قيد الحياة كلهم على هذا الاعتقاد. الأشاعرة، ماذا إيش يقول ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. ثم الأمر الآخر الذي أريد أن أقوله، ما هو موجود في كتب الصوفية مما يوهم وحدة الوجود أو يوهم أي مخالفة في الاعتقاد، موقف مشايخنا جميعا قاطبة في الشام وفي مصر وفي الحجاز وفي المغرب في كل مكان، موقف مشايخنا جميعا أن هذا متشابه من اللفظ لا يجوز حمله على ظاهره، والعودة في هذا الباب إلى محكم الاعتقاد، ومحكم الاعتقاد هو كتب أهل السنة والجماعة الأشاعرة، الغزالي والرازي والآمدي والجويني والسعد التفتازاني والسيد الجرجاني إلى آخره. إذن ما وجدته، طبعا بعض الناس انظر يتعامل مع كلام المشايخ كما يتعامل مع كلام الله، صحيح أفعل هذا. لماذا؟ لأن هذا منهج الإسلام في الاستنباط والفهم. القرآن علمنا المنهج في الفهم، فنطبقه في القرآن ونطبقه على غيره من باب أولى. محكم الكلام هو الأصل ومتشابهه يرد إليه. إذن خلاصة الأمر أنه لا يجوز لك أن تقرأ كتب الشيخ محي الدين ابن عربي. نعم، اعتقادي أنا العبد الفقير في الشيخ الأكبر محي الدين العربي، الشيخ الأكبر محي الدين العربي اعتقادي فيه أنه من كبار الأولياء، وأن كل ما يخالف معتقد أهل السنة في كتبه باطل حتى وإن قاله، وكل ما يخالف معتقد المسلمين فهو مدسوس عليه، إن لم يكن مدسوسا فهناك عبارة تزيل إشكاله أو حصل خلل أو خطأ أو شيء من هذا القبيل، أو قاله في حالة غيبة أو أي عذر يصلح لهذا الأمر. بعض الناس من إخواننا مدرسة الشيخ سعيد فودة، وهو أخ عزيز وهو عالم جليل وفاضل ومحترم وله جهود، وبيننا من الود ما الله تعالى به عليم، ويعلم اختياراتي وأعلم اختيارات الرجل، وبين ليس بيننا إلا الوئام والحب. إخواننا مدرسة الشيخ سعيد فودة مباشرة سيهجمون علي ويقولون لي كذا كذا الشيخ حقق أن هذه الكتب ثبتت وأن هذه كذا وكذا. تمام، الشيخ سعيد فودة حفظه الله ملزم بما أوصله إليه اجتهاده، والله تعالى لن يحاسبه على ما وصلت إليه أنا. بالنسبة لي أدافع عن نفسي لا أدافع عن غيري، غيري ما شاء الله عنده جرأة وعنده علم ويستطيع أن يدافع عن رأيه. بالنسبة لي أقول 800 سنة فترة كافية للتهمة. كنت خطيبا في المساجد وأستاذا في الجامعة، أقول الكلمة في المحاضرة أو على خطبة الجمعة في نفس اليوم مع حشد كبير من الحضور وكلهم طلاب جامعيون في نفس اليوم، يعني قبل أن أضع رأسي على الفراش تأتيني اتصالات من هنا وهناك من مدن بعيدة، هل صحيح أنك قلت كذا وكذا بعكس ما أريد، عكس ما أريد، يعني أريد شيئا فكلامي يحمل على أسوأ محامله ويفسر على غير طريقته ويزاد فيه وينقص، والفاصل الزمني بيني وبين هذه الحادثة عدة ساعات، فكيف لا تريدوني أن أحسن الظن بإنسان بيننا وبينه فجوة زمنية عمرها 800 سنة؟ لا أستطيع، أنا لا أستطيع. طيب يوم القيامة ظهر أن الحق ما قاله الشيخ سعيد فودة، وأن الشيخ محي الدين عنده مخالفات قطعية لمعتقد أهل السنة والجماعة أو لمعتقد أهل الإسلام، ظهر يوم القيامة هذا الأمر. عند ذلك الله لن يحاسبني لماذا أحسنت الظن بمحي الدين ابن العربي، لأني بينت حجتي التي أدين الله تعالى بها، وقلت بالصريح المريح كل ما يخالف معتقد السادة الأشاعرة فهو رد، كائنا من كان، كائنا ما كان قائله
أشاعرة والماتريدية ومفوضة الحنابلة، ما الآن قضية ليست كذلك. بعض الناس الآن سيقول لماذا لا تقول نحن كلكم أولاد حلال وطيبون ورضي الله عنكم. القصة ليست هنا هكذا، القصة أنا هذا الذي أعتقده، بطلان كل عقيدة زائغة، وأقول زائغة ها، وحدة الوجود عقيدة زائغة، قدم سوى الله عقيدة زائغة، أقول هذا الكلام وأصرح به، بل اعتقاد قديم مع الله أو سوى الله ها هذا كفر بثلاثة كفر الفلاسفة العدة كما تعلمون. إذن أنا أصرح بإيش؟ برد كل مخالفة باطلة. طيب لماذا يعني تحسن الظن بهذه الطريقة؟ لماذا تحسن الظن بهذه الطريقة؟ ما الذي يدعوك لهذا؟ أنت تعلم جيدا أن الرجل شاع وانتشر وتواتر عند معظم الناس أنه من كبار الأولياء، وأنت تعلم جيدا أن الناس لم يجمعوا على فساد معتقده، وهناك أئمة كبار قالوا مثل ما قلت وأنت تعرفهم جيدا، إذن لي سلف في هذا الأمر. فأمر شاع وانتشر أنه من الأولياء، هو السهر وردي يقول ابن خلكان دخلت حلب بعد وفاته بقليل فوجدت الناس مختلفين فيها على قولين، قول يقول زنديق وقول يقول من كبار الأولياء. يحصل هذا في التاريخ، يحصل هذا الشيء. طيب أنا ما واجبي في مثل هذه الحالة؟ إذا ثبتت عندي الزندقة بطريق لا يقبل النقض ولا الرد بلا شك تحسين الظن سيكون من الغفلة التي يؤاخذني الله عليها. ولكن إذا لم يثبت عندي وعندي 800 سنة وأسانيد غير موجودة للكتب ووجادة ومروية بأدنى درجات التحمل وأبني عليها عقيدة أمام في هذا الإنسان، لا أنا لا أستطيع أن أفعل هذا، وأنت ملزم بما وصل إليك باجتهادك. نقطة أخرى، لماذا لا تحسن الظن في ابن تيمية أيضا؟ ما أنت الآن نازل في ابن تيمية، صار لك فترة طويلة ترد على ابن تيمية، ومن قالك أني لا أحسن الظن بابن تيمية؟ ابن تيمية هذا الرجل ردي كله على الكتب الموجودة، كل ما أرد عليه في كتب ابن تيمية. أما ابن تيمية الرجل، افرض أن الرجل الآن يعني خرج من، قد يكون في الجنة ودفن في مقابر الصوفية، يعني كان صوفي وبعدين يقال أنه آخر ما قرأ يعني هذا وقرأ في مقعد المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، يعني إشارة أن الرجل يعني ختم له بخير. فنعم أحسن الظن ابن تيمية، فردي على الكتب التي بين يدي، على تلبيس الجهمية الذي هو تجسيم بقرون، ردي على التدمرية التي هي تلبيس على الناس خلط الحق بالباطل، ردي على ابن تيمية في المخالفات التي هي موجودة في الكتب. هذا واحد. والشيء الثاني، واحد مثل ابن العربي صوفي يتخذ الرمزية والإشارات وغارق في هذا إلى آخر الحدود، واحد مثل ابن تيمية ينكر المجاز، ينكره، يقول إذا حينما رجل ينكر المجاز ما معناه؟ معناه يقول له يا ناس حاكموني على ظاهر عبارتي فأنا لا أرتضي سواها. فإذا هناك فرق كبير، مع هذا أنا أحكم ابن تيمية بمنهجي، وإن شاء الله يكون ابن تيمية في الجنة ولن تضيق جنة الرحمن عن ابن تيمية. أما ابن تيمية الذي في الكتب، لا والله يا أخي، مليء بالفساد وبفساد الاعتقاد وبالتجسيم وبوصف الباري بما لا يليق. إذن هذه خلاصة القول في كتب الشيخ ابن، أنا والله ما قرأتها يا أخي، فقط الوصايا لابن تيمية العربي، وما في شيء، كتاب عندي في المكتبة، شيخنا عبد القادر عيسى رحمه الله قال فقط اقرأ هذا الكتاب لابن العربي، قرأناه والتزمنا بهذا. وأنا أستاذ في التفسير وعندي كتب التفسير، يعني عندي كثير منها، لم أخذ الفتوحات المكية وليس في نيتي أن أشتري، ليس في نيتي لكن في بعض مجاذيب الصوفية وفي بعض دراويش الصوفية لا يقرأ إلا هذه الكتب. نعم هذا على هذا، لماذا؟ لأنه على شفا جرف هار من الضلالة. لماذا؟ أنت تبحث عن فتن، أشياء هذه فيها أشواك وفيها أخطار، والناس مختلفون فيها منذ مئات السنين على قولين. فإذا لماذا تبحث عن هذا؟
قال لا أنا من أهل الصفاء وأنا من أهل من الأولياء ومن أهل الفتوح، الله فتح علي وصرت أفهم. لا يا أخي، أنت هذه فتوح شيطانية، هذه فتوح شيطانية حينما تروج هذه وتنشر على فيسبوك، من أنكر وحدة الوجود فهو ضال. على فيسبوك منشور صباح اليوم، من أنكر وحدة الوجود فهو ضال. لا يا أخي، من أثبت وحدة الوجود فهو ضال، أنا أقول لك هذا. نعم، فالعبرة بكتب أهل السنة والجماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.